والبداية من سوريا، حيث أفاد المرصد السوري بمقتل 12 عنصرا مواليا لإيران الليلة الماضية في غارات جوية نفذتها طائرات مجهولة على مواقعهم في شرق سوريا، فيما أشارت مصادر إعلامية أخرى لمقتل 18 عراقيا في الغارات. وقال المرصد إن الغارات الخمس أوقعت أيضا عددا كبيرا من الجرحى واستهدفت مواقع في مدينة دير الزور وشرقها، وكذلك منطقة البوكمال القريبة من الحدود مع العراق. ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجمات، لكن منطقة دير الزور تتعرض بانتظام لغارات إسرائيلية وأحيانا أمريكية، وتمارس فيها إيران نفوذا كبيرا وفق المرصد السوري. لتفاصيل أكثر ينضم إلينا من كوفنتري رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ رامي معنا. إذن خمس هجمات توفي على إثرها عناصر موالين لإيران، ما هي التفاصيل التي لديك ولماذا تم يعني استهدافهم بهذه الهجمة؟ نعم، صباح الخير. نتحدث نحن الآن عن 17 قتيلا على الأقل، ميليشيات مواردة إيران ما بين سوريين وعراقيين. العدد ارتفع على الأقل من ضمن السوريين، هناك 4 سوريين من ضمن القتلى حتى اللحظة، بالإضافة لأن الغالبية الآخرين هم من الجنسية العراقية. وداخل مدينة دير الزور أيضا هناك من بين القتلى هناك قائد مجموعة أو قيادي لا تعلم جنسيته حتى اللحظة، لكن المؤكد نستطيع الآن أن نؤكد 17 قتيلا بينهم 4 سوريين. أيضا هناك قيادي من هؤلاء الذين قتلوا، يعني إذا ما كان عراقي الترديف كان أو الخسائر الأكبر كانت في صفوف العراقيين الذين يشكلون الثقل عند الحدود السورية العراقية، من سيد الشهداء وفصائل أخرى تعمل أو تنضوي تحت ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق، والتي هي تتهم بأنها تستهدف القواعد الأمريكية وإسرائيل والجولان المحتل بمسيرات أو بصواريخ. لماذا تستهدف تلك المنطقة؟ لأن المنطقة هي شريان أساسي لتدفق السلاح من العراق باتجاه لبنان أو من إيران بشكل أدق باتجاه لبنان عبر المعبر البوكمال أو المعابر غير الشرعية، يأتي السلاح ومن ثم ينقل تباعا باتجاه الحدود السورية اللبنانية. والمنطقة شهدت توتر كبير ما بين قوات التحالف الدولي أمس والميليشيات الموالية لإيران، كان هناك محاولة استهداف قاعدة أمريكية بمسيرة، لا يعلم إذا ما كانت أصابت القاعدة بشكل مباشر أم جرى إسقاطها مثل ما ادعت أو ادعت القوات الأمريكية في حقل كونيغو. نعم، طيب، وكالات الأنباء تداولت الخبر وقالت بأنه طائرات مجهولة نفذت هذه العملية، لماذا لم يتم الإعلان عن يعني مرجعية هذه الطائرات أو إلى من تعود؟ يعني لا نعلم إذا ما كانت إسرائيلية، لأن إسرائيل هي توعدت حقيقة الأمر، توعدت باستهداف الميليشيات العراقية، وهي يعني تعمل هذه الميليشيات داخل الأراضي السورية، وسابقا كانت الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت هذه الميليشيات، وأيضا إسرائيل استهدفت هذه الميليشيات، لذلك نقول بأنها طائرات حربية، والطائرات الحربية بالنهاية هي صناعة أمريكية، لكن من يقول هذه الطائرات؟ هل هم الإسرائيليين؟ هل هم الأمريكيين؟ حقيقة الأمر لا نعلم. أيضا دعينا نقول أيضا في ليس بعيدا عن تلك المنطقة، أسقط التحالف الدولي مسيرة كانت في طريقها باتجاه الجولان السوري المحتل أو باتجاه يعني الجليل، ولا نعلم إلى كانت تسير باتجاه الغرب في قاعدة التلف أو ما تعرف بمنطقة 55، جرى إسقاطها من قبل طائرات تابعة للتحالف الدولي كي لا تقوم باستكمال طريقها باتجاه جنوب غرب سوريا. هل كثفت إيران وجودها في المنطقة، في منطقة بوكمال في الفترة الأخيرة، خصوصا من بعد بدأ الهجمات على لبنان وعلى معاقل حزب الله، أم أنه الحركة هناك طبيعية كما كانت من قبل؟ لا هناك كان استنفار، ونشرنا مساء الأمس أن هناك استنفار للميليشيات الموالية لإيران، واشتبكت هذه الميليشيات بعضها أو شقها السوري مع قوات سوريا الديمقراطية، وقبل قليل كان هناك تحليق مكثف لمروحيات التحالف الدولي، أي كثفت إيران وجودها أدخلت السلاح، ونحن لم ننشر حقيقة الأمر، كان لدينا معلومات أمس الأول عن إدخال سلاح
لكن يعني لم ننشر الامر لان لا نريد ان يقول باننا نعطي احداثيات لاسرائيل او امريكا او اخرين، ولكن على ما يبدو بان اسرائيل لا تحتاج ان ننشر اعلاميا، لديها عملاء بشكل كبير جدا على الارض يعطونها كل ما تريدونه على الارض، حتى قد يكونون عاملين مع هذه الميليشيات في تلك المنطقه. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من كوفنتري، رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان.